حلقة جديدة من صباحيات من الدار. اليوم نستهلها بفقرة التغذية والأستاذ نبيل العياشي غادي يتكلم لنا على هذيك المادة اللي مسؤولة على إعطاء اللون البرتقالي للعديد من الخضر والفواكه لابيتا كاروتين. المزيد من التوضيحات مع الأخصائي في الميدان بامتياز نبيل العياشي. نعم سميرة، فعلا أكيد أن خلال الفترة ديال الصيف هناك احتياجات مهمة واحتياجات ضرورية بالنسبة للجسم ديالنا، وهذه الاحتياجات تختلف بالنسبة للاحتياجات ديالنا فيما يخص باقي ديال الفصول. هذه النقطة اللي كنا تحدثنا عليها في العديد من الحلقات، وقلنا بأن الجسم ديالنا مثلا في فصل الشتاء تحتاج إلى طاقة أكثر وبالتالي تحتاج لسعرات حرارية أكبر، في حين أن فصل الصيف فالجسم ديالنا تحتاج أكثر إلى فيتامينات، إلى أملاح معدنية، إلى ماء ومكونات غذائية أخرى. بين هذه المكونات غنتكلموا على واحد المكون اليوم اللي هو مهم وضروري ومفيد بالنسبة للجسم ديالنا، خصوصا خلال الفترة ديال الصيف، لأن تيكون عندنا اتصال مباشر ومدة طويلة مع أشعة الشمس. هذا المكون هذا هو لابيتا كاروتين. هذا لابيتا كاروتين تنسمعوا عليها بزاف، اليوم غادي نشوفوا أشنو هي، أشنو هو الدور ديالها، أشنو هما المنافع ديالها، فين يمكن نلقاوها، وكيفاش الجسم تيستافد منها. فهاد لابيتا كاروتين هي داخله في الخانه ديال لي كاروتينويد. هاد لي كاروتينويد كاين هما اللي كاين بزاف، مثلا كاين لا لوتيين، كاين ليكوبين اللي كنا تحدثنا عليه اللي كاين في مطيشه مثلا، اللي كاين في الدلاح. هاد لي كاروتينويد وهاد لابيتا كاروتين فالجسم ديالنا يعني تيحولها الى فيتامين ا، يعني تتسمى لا برو فيتامين ا. فملي تناخذوها الجسم تيحولها لفيتامين ا. هاد الفيتامين ا كما تعرفوا هي فيتامين دهني، تلقاوه في الاغذيه الدهنيه، وبالتالي فلا برو فيتامين ا ولا لا بيتا كاروتين، فهاد لا بيتا كاروتين تتكون يمكن نلقاوها في الخضر، يمكن نلقاوها في الفواكه، ومن بعد غادي نرجعوا نهضر على الاغذيه اللي يمكن نلقاو فيها لا بيتا كاروتين. الو هاد لا بيتا كاروتين بطبيعه الحال الجسم ديالنا باش يستعملها، باش الهضم ديالها يدوز بشكل جيد، تتحتاج مجموعه من مكونات غذائيه اخرى. هذه مساله اللي دائما تنتحدثوا عليها وتنقولوا بان المكونات الغذائيه اللي تنجيبوها للجسم ديالنا دائما مرتبطه مع بعضها البعض، وبالتالي يقدر الى نقصت شي حاجه نقصنا امور اخرى. وشفنا امثله على مثلا نذكر بهم فيتامين سي وعلاقتها مع الحديد، الكالسيوم علاقته مع الفيتامين د الى اخره. فهاد لابيتا كاروتين عندها كذلك علاقه وطيده ومباشره وكبيره مع مكونات غذائيه اخرى. بين هاد المكونات الغذائيه كاين هناك مثلا باش نهضموا، باش الجسم ديالنا يهضم لابيتا كاروتين تيخص ضروري التواجد ديال الدهون. طبيعه الحال تنهضروا على الدهون، من الافضل تكون دهون اللي هي مفيده اللي هي جيده. وهنا تنهضروا مثلا على زيت الزيتون، تنهضروا على حبات من اللوز ولا من القرقاع مره. علاش ناكد على هاد المساله دي؟ لان كاين بعض الناس مثلا تتبعوا بعض الحميات اللي هي خاليه من الدهون، وهذه مساله اللي هي خاطئه، لان الدهون هما مهمين بالنسبه للجسم ديالنا، وهذا يعني موضوع اخر. بين الدور ديالهم انهم تساعدونا باش نستافدوا بشكل كبير من لابيتا كاروتين. لابيتا كاروتين بالنسبه لهاد الديالات تحتاج واحد المكونين رئيسيين واحد اخرين اللي هما الفيتامين سي اللي هي مهمه بزاف، وكذلك الزنك. فهادو جوج ديال المكونات، جوج العناصر ومكونات غذائيه اللي ضروري ديال الجسم ديالنا تيستعملها باش يمكن له يهضم هذيك لابيتا كاروتين. النقطه الثانيه ان هاد لابيتا كاروتين قلنا بانها تتحول لفيتامين ا، كذلك لابيتا كاروتين تساعدنا في لاسانتيز ديال الميلانين. هاد الميلانين اللي عندها واحد الدور كبير بالنسبه للون ديال البشره ديالنا، وبالنسبه للناس اللي باغيين يقلبوا على شويه البرونزاج غير بان قوسين ما يتعرضوش لاشعه الشمس في الوقت اللي تكون فيه اشعه الشمس عموديه، يعني ما بين شويه قبل الظهيره وما بين العصر، يعني سواء قبل سواء من بعد العصر، باش يعني قبل الظهر ولا من بعد العصر، باش ما يكونش هناك خطر بالنسبه لاشعه الشمس اللي بين قوسين. فقلت ان هاد الميلانين مثلا هي تتساعد في الوقايه من بعض المخاطر ديال 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 الجلد، ولكن ملي تنهضر على الوقايه من مشاكل ديال الجلد، هذا ما تعنيش انني غادي ناخذ البيتا كاروتين مثلا الاغذيه اللي فيهم وغنتعرض لاشعه الشمس مباشره وغنقول ما دارت لي والو. لا، يعني بطبيعه الحال تيخصنا ناخذ الاحتياطات ديالنا، فهي فقط كما تنقول تساعد في الوقايه من مجموعه ديال الامور. هذا البيتا كاروتين كذلك يعني ابار علاقتها بلا ميلانين، بالنسبه للناس اللي كيف ما قلت يقلبوا على هذا اللون، بالنسبه علاقتها بلا ميلانين والوقايه ديالنا في المشاكل ديال الجلد، هي كذلك مضاده للاكسده، وبالتالي فلا بيتا كاروتين تساعدنا بالنسبه للوقايه من مجموعه من الامراض. بين هذه الامراض يعني الشيخوخه ديال الخلايا ديالنا، فلا بيتا كاروتين تتعطل هذه الشيخوخه المبكره تقدر تكون عندنا في الخلايا ديالنا. كذلك لا بيتا كاروتين تقي الجسم من مجموعه من الامراض، ولا راس هذه الامراض كاين الامراض السرطانيه، فلا بيتا كاروتين بما انها مضاده للاكسده فتتلعب هذا الدور هذا، خصوصا بعد سرطانات ديال الجهاز الهضمي. كذلك هاد لا بيتا كاروتين
هي مهمه، يعني الادخال ديالها تيخصو يتم كذلك بشكل يومي، لان الجسم ديالنا صحيح ان كيف ما تنقولوا دابا في الفصله ديال الفتره ديال الصيف تنحتاجوا كميات اللي هي اكبر، ولكن راه حتى طيله السنه تيخصنا ندخلوها. بالتالي فشنو هي الاغذيه اللي يمكننا نلقاو فيها لا بيتا كاروتين؟ بكل بساطه كاين هناك كاين اللي تيربط دائما لا بيتا كاروتين باللون البرتقالي ولا اللون الاصفر ولا اللي بيناتهم، هذا ماشي صحيح. يعني كاين هناك اغذيه اللون ديالها ماشي برتقالي واللون ديالها ماشي اصفر وفيها لا بيتا كاروتين. نعطيكم مثال، ليشو مثلا، فليشو المكور فيه البيتا كاروتين، لي زيبينار مثلا فيهم البيتا كاروتين، ملي غنطري على السويله مثلا فيها البيتا كاروتين، المشمش كذلك فيه البيتا كاروتين، والدلاح، يعني كاين هناك مجموعه ديال الاغذيه، المونغ مثلا كذلك فيه البيتا كاروتين، فهذه كل اغذيه، البطاطا الحلوه كذلك فيها البيتا كاروتين، هذه كل اغذيه ملي تنهضروا عليها فيها البيتا كاروتين. فهذيك الاغذيه الاخرى علاش ما تيكونش فيها اللون ديالها كيك؟ لان فيها الكلوروفيل، وبالتالي ما تيكونش هذاك اللون يعني اللي هو برتقالي او اصفر، وبالتالي فما نربطوش دائما التواجد ديال البيتا كاروتين مع هذاك اللون. فكاين اغذيه اللي ما عندهاش هذاك اللون البرتقالي ولكن فيها كذلك البيتا كاروتين، وبالتالي ف يعني هاد لا بيتا كاروتين تعتبر من المكونات الغذائيه اللي هي مهمه اللي هي مفيده بالنسبه للجسم ديالنا، سواء بالنسبه علاقتها مع فيتامين ا او علاقتها مع الميلانين او علاقتها مع مضادات الاكسده او علاقتها مع الخلايا ديالنا ولا مع الجلد ديالنا ولا مع الجسم ديالنا ككل. وبالتالي فالاستهلاك تبقى نقطه اللي هي مهمه، كما نساوش بان هي مضاده للاكسده، وبالتالي فتيخصنا نحترموا مجموعه ديال الامور فيما يخص الاستهلاك ديال لا بيتا كاروتين. فنحاولوا ديك الشيء، انا دائما تنأكدوا على واحد المساله اللي هي مهمه بزاف، هو التناول ديال الاغذيه الموسميه. الان كاين عندنا الموسم ديال هذه الاغذيه هذه اللي فيها عامره بالبيتا كاروتين واللي الاستهلاك ديالها غيكون مفيد وغيعود بالنفع على الجسم ديالنا. فوالا، نتمنى نكون جاوبت على بعض الاسئله اللي يكون فيما يخص هذه الماده المهمه بزاف بالنسبه للجسم ديالنا. تبارك الله عليكم، الله يوفق الجميع والله يسهل الامور. شكرا لك سميره، ونتلاقاو ان شاء الله بحول الله المره الجايه ان شاء الله. شكرا، تبارك الله عليكم. مقترحة من عند الكوتش ياسين، كوتش ياسين اللي مقترح لنا اليوم كيفية تقوية عضلات الفخذين من الداخل. يكفي أننا نتبعه وإن شاء الله النتيجة غادي تكون مضمونة. عليكم صباح الخير سميرة، الحصة ديال اليوم خصنا الانترفيو ديال كويس العضلة ديال الرجلين ديالنا من تحت، هذيك لاغريس اللي كتكون كديرونجينا. شنو الحركات اللي غادي نديرو؟ كنديرو بزاف ديال السكوات، كنديرو بزاف ديال الحركات، مي شنو هو البروغرام اكزاكت؟ شنو هما الحركات اللي غادي نديرو باش نحصلو على نتيجة ونتفاداو هذيك لاغريس اللي كتكون عندنا في الانترفيو ديال كويس؟ شوفوا معايا الحركات اللي غادي نديرو، غادي نحتاجو واحد البيدوزة ديال الماء باش نخدمو بها شوية وغادي تعاوننا باش نغونفورسيو كثر. الحركة الأولى اللي غادي ندير، شوفوا معايا، خلي الدار ديالي واقف وندير واحد الخطوة كبيرة للور باش نعاود نقلب على لي تيرمون، نقلب على لي موسك ديالي نحسهم كيجبدو عاود نرجع نفس العملية مرة اليمين مرة اليسار. إلا بغيتو تعرفوا واش الحركة مقادة، الحيوان ديال 45 90 درجة على الرجل القدامية و 90 درجة على الرجل الوراقية. خلي الدار ديالي واقف ونعود 5 6 ثانية، نعاودوها من 15 حتى 20 مرة، نرتاح شوية ونعاودها من 3 حتى 4 ديال المرات. حركة أخرى، شوفوا معايا، ناخذ بيدوزة ديالنا نحاول نفتح رجلي لي بوان دي بي، الصبع ديال رجلي يكونوا على الإكستيريور، لي جلو تاهما على الإكستيريور. نخلي الدار ديالي واقف، نعود لتحت داكوغ ونطلع، نعود لتحت ونطلع. لوبجيكتيف ديال الحركة هادي هو ماشي نهود ونطلع غابي، ولكن خصني نهود ونقلب على لي تيرمون، نحاول نحس بالمسك ديالي كيتيرا مزيان ونطلع. ماشي مشكل الا خديتي الوقت ديالك، ولكن لو بلوز امبورطون المهم هو انه المسك خصو يتيرا يتجبد مزيان، هذا هو الاهم من هذا الموف. نحاول نرفع لي طالون ديالي دابا شويه الفوق، نعود لتحت ونطلع، نعود لتحت ونطلع، سا غونفورس بلوس، غتحس بلو غونفورسمون كثر حتى في العضلات الورانيين ديال لي كويز ديالك. 3 جوج واحد، نمشيو لحركة أخرى، شوفوا معايا، غادي ناخد بيدوزة هنايا، غادي نحاول نبلي لا جون ديالي ديال اليمنية، ونحاول نقلب على لي تيرمون، غادي تبقى ديما مجبدة، هنايا غادي نحس بلي تيرمون في هاد العضلة كتجبد، وهنايا لو موسكل ديال لي جون ديالي كيتجمعو مزيان. نفس العملية، خلي داري واقف، نعود لتحت ونطلع، نعود لتحت ونطلع. ديما كيف ما قلت لكم، ماشي غير نهود ونطلع، ولكن نهود ايتيرمون 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 عاد نرجع، داكوغ؟ هذا هو اللي غادي يخليكم تحسوا بلو شونجمون في لانتيريور دي كويس. نفس العملية عاود ونهود، شوفوا كيف ما كنهود كنحس كنقلب على ايتيرمون، نجبد العضلة ديالي ونرجع. نديرو 10 على اليمين 10 على اليسار، ونعاودوها 3 حتى 4 ديال المرات. نمشيو لحركة أخرى، وغادي نرجعو، شوفوا معايا
واللي غادي نهرسو فيها لا كراس اللي عندنا اونت لي جون. شوف انا نقولها 1 اي 2 نجبح داكوغ 1 اي 2 نجبح 1 اي 2 نجبح. خلي الدار ديالي واقف نفس مزيان 1 اي 2 نجبح داكوغ. حتى هي نعاودها 15 حتى 20 مرة نرتاح واحد شوية ونخلي نرتاح 30 ثانية ونعاود الحركة من 3 حتى 4 المرات. نمشيو للحركة الأخيرة اللي هي مهمة بزاف اللي غادي نخدمو فيها حتى هي العضلة ديال لاجون ديالنا. شوفوا معايا غادي ندير خطوة كبيرة للور نقلب على ليتيرمون غادي نطلع نحاول ندفع جديد نمشي للور نهود. شوفوا معايا ليتيرمون اللي كان بإمكانك حتى تعود تحط لو جون ديالك في الأرض خذ الوقت ديالك ونطلع هوب تاهي ندير 10 المرات نعاود ندوز العملية على جهة أخرى عاود نعود لتحت وندفع الفوق نعود لتحت وندفع الفوق من 8 حتى 10 ديال المرات. إذا راح تشوف هاد الحركات كاملين اللي درنا هو خدمنا على لا تكنيك ماشي لا روي. جو سي كو كنشوفو هاد الحركات بزاف ولكن لا تكنيك الحركة ملي كتكون قادة المعنى والمنطق ديال الحركة كيتبدل كامل وحتى النتيجة كتكون قاطعة. ديروا الحركات هادو غادي تحسوا بواحد التحسن في الانتيريور دي كليس لي موسكل غادي يتزيرو وحتى هذاك لادريس اللي كتكون تما غادي تزيد. نتمنى تكون استفدتوا معايا في هذا البروغرام هذا. السلام عليكم معكم برا. مثالية لازم تتشمع لنا الرياضة التغذية لكن كذلك الصحة النفسية. لذلك اليوم غادي نركزوا على ما بعد الحجر الصحي كيفاش نلقاو حياتنا الطبيعية من بعد هذا العزل هذا. الجواب مع الأستاذة أو الدكتورة لبنى بوحولي لنشاهد. صباح الخير سميرة. صباح النور عليكم جميعا. فعلا سميرة الحمد لله التدابير ديال رفع الحجر الصحي بدات في بلادنا وهذا الشيء جا الحمد لله من بعد واحد الفترة ديال الحجر الصحي اللي كانت خاصة واللي تكلمنا عليها بزاف مرات في الحلقات كيفاش كانت الخاصية ديالها على المستوى النفسي والاجتماعي وعلى مستويات أخرى. فالحمد لله غادي تبدأ بشوية بشوية الحياة تسترجع طبيعتها. انما هذا الرفع ديال الحجر الصحي قد يخلق عند بعض الناس بعض الاضطرابات نفسيه اللي كتمشي من اضطرابات اللي هي بسيطه في الاول تقدر تكون مجرد خوف بسيط يقدر يدوز يقدر يكون ماشي اضطرابات يقدر يكون واحد البهجه واحد الفرحه كبيره اللي تقدر تؤدي لشي امور اللي هي عكسيه وتقدر تعطي امراض بحال الرهاب بحال ما يسمى بالاجهاد ما بعد الصدمه او لو ستريس بوست تروماتيك اللي كيقدر يكون واحد المرض اللي بين قوسين خاص الانسان يعني الا حس بواحد الاضطراب اللي هو قوي لابد يعني هذه مساله ديال الطبيب خصو يشوف طبيب نفسي لان هذه مساله خاصه. كاين عده اضطرابات اللي يقدروا يتخلقوا شويه بشويه من بعد هذه الفتره اللي دازت ديال الحجر الصحي ومن بعد ما يبدا يرفع الحجر الصحي. كاين بعض الناس اللي من كثره الحرمان او الاحساس بالحرمان ديالهم في هذيك الفتره ديال الحجر الصحي يقدر يخلق عندهم هادشي واحد اللهفه واحد تهافت على استهلاك بزاف ديال الامور. يقدر الاحساس بالحرمان من الحريه يخليهم يخرجوا بزاف ويعرضوا نفسهم للخطر لانه نعرفوا بان الفيروس باقي ماشي حنت نقص راه ما بقاش راه باقي وكاين وقايه اللي خصنا نلتزموا بها والى فتره طويله راه ماشي صافي سالينا وكملنا الحجر الصحي راه ما بقى حتى حاجه على بدا نبقاو ملتزمين بالوقايه لانها ضروريه. فاذا الاحساس بالحرمان يقدر يؤدي الى سلوكات اللي هي فيها خطر بحال السلوكات ديال الاستهلاك غير طبيعي. بعض الناس حسوا براسهم بحال يتحرموا من شي حوايج وفاش كيبدا يحيد الحجر الصحي كيبداو يمشيو يستهلكوهم بزاف يخرجوا ياخذوهم بزاف وهذه في حد ذاتها كتخلق بعض المشاكل عند بزاف ديال الناس. فلهذا الانسان خصو يتحكم ويضبط نفسه ولو عنده هذا الاحساس هذا يمشي بشويه بشويه والا كيولي بحال هذاك اللي حبسوا عليه مثلا كان صايم ونهار والساعه اللي فطر خدا كلشي داكشي خدا اكثر من داكشي اللي خصو يتكال في 24 ساعه كله هو في 4 ساعه. فخصنا نحاولوا نضبطوا نفسنا باش نتجاوزوا ان شاء الله هذه المرحله. وفي اطار تجاوز هذه الصعوبات ديال هذه المرحله كاين بعض النصائح اللي نحاول نوجههم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ف اول حاجه اللي نبغي ناكد عليها هو اننا من بعد هذه الفتره ديال الحجر الصحي دوزنا واحد الفتره اللي هي ما بيهاش اللي هي تقريبا 3 شهور ومازال يعني حتى رفع الحجر الصحي خصو يمشي بطريقه تدرجيه كما قلت لانه الفيروس باقي.
فالانسان خصو يجلس مع نفسه ويحاول ياخذ هذه المرحله كفرصه، فرصه لتغيير، تغيير بزاف الامور، يعيد فيهم النظر، يعيد ترتيب الاولويات في حياته. يمكن كان غادي بواحد الطريقه معينه جلسنا، فلهذا خص الانسان يحافظ على صحته، يشوف الاولويات اللي ضروريه، الصحه النفسيه، الصحه الجسديه، الصحه الاجتماعيه، علاقته مع راسه، علاقته مع احبابه، مع الناس اللي قراب ليه، علاقته مع الله سبحانه وتعالى، الجانب الروحي، الجانب الديني. كاين بزاف الامور اللي كيكونوا واحد توازن نفسي عند الانسان، اللي خصو الانسان يستغل هذه كفرصه، فرصه باش يعيد فيها النظر، ماشي غير يمشي صافي غنمشيو لخدامينا ونجري ونرجعوا كما كنا وصافي. لا بد نجلسوا مع روسنا وندير واحد الوقفه عفوا، باش نحاولوا نتجاوزوا ان شاء الله هذه المرحله وحنا رابحين، ماشي غير صافي جلسنا بحال شي طرف ديال الثوب قطعناه ولاصقناه. لا، راه خص الانسان استفد من هذه المرحله، شنو غادي يبني من جديد، شنو غادي يكون في نفسه من جديد. دونك ناخذوا هاد كما قلت هاد الفرصه باش تكون فرصه ايجابيه. الو، ثانيا النصيحه اللي نحاول نوجهها هو اننا هذه فتره صعيبه، ماهيش فتره سهله، وباء بحال هذا الحجم هذا والعالم كله جلس، ازمات، ازمات صحيه، ازمه اقتصاديه، اجتماعيه، فهذا الشيء اكيد غيخلق لنا واحد الاحساس ديال الخوف والتخوف، وكيبقى واحد عدم الوضوح، عدم وضوح الرؤيه، وهذا عدم وضوح الرؤيه مخصوص يشلنا او يشل لنا التفكير ديالنا الايجابي. خصنا نبقاو في تفكير ايجابي، نديروا مشاريع. انا هنا كنحاول ننصح ان الانسان يحاول عنده يكون عنده، ماشي ملي كنقول مشروع ماشي معناتها شي حاجه كبيره، مشاريعات صغيره، مشاريع صغيورين. شنو باغي ندير انا من هنا لقدام، نتناقش في هذا الشيء مع 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 مراتي او مع راجلي، الا كنا مع الا كنا ناس مجوجين، ما كناش مجوجين، نتناقش مع الناس اللي قراب ليا يقدروا ينصحوني، او نفكر بوحدي ونجلس ونحاول نلقى بعض المشاريع. مشاريع تقدر تكون على المستوى المهني، تقدر تكون حتى على المستوى الشخصي. مثلا نحسن من الصحه ديالي، ندير الرياضه، ماكش كنديرها نعاود نديرها، كان عندي اهتمام ببعض الامور اللي هي مثلا ثقافيه او فكريه ماكنتش كنديرها نبدا نديرها. دوك ندير مشاريع او مشروعات صغيورين على مستوى كل واحد، ويدير واحد الانسان، ويدير الانسان واحد الخريطه ديال الطريق اللي تخليه يزيد بشويه بشويه القدام. على النصيحه الثالثه هي اننا باش نتجاوزوا هذه المرحله، لان فيها واحد النوع ديال الاضطراب، لا بد يحس الانسان بالخوف، والعكس ديال الخوف هو الاطمئنان. فاذا خصنا نحاولوا نطمئنوا نفسنا، باش نطمئنوا نفسنا ما يمكنناش نكتفيو غير بكلام هكاك في الهواء، لا بد نديروا الخوف خصو يولد عندنا واحد الحافز ايجابي لتغيير ايجابي، والا هذا الخوف ما بقاش ايجابي ولا غير هلع. فباش نبدلو شنو غادي نبدل؟ مثلا انا خايف من الوباء، خرجت اليوم قالوا لي خصك تمشي لخدمتك، اولا مثلا ترفع الحجر الصحي، خايف. الامور البسيطه اللي خصها دار باش نتجاوزوا الوباء او باش نحاربوا الوباء ديال كورونا هو انني الكمامه ما نحيدهاش، يعني وسائل الوقايه اللي كانت من الاول كتاكد عليها جميع المنظومات الصحيه وحتى على مستوى الاعلام لازم نحافظ عليها. الكمامه ما نحيدهاش، الكمامه ما نستعملهاش باي طريقه هابطه لتحت ولا طالعه هنايا ولا نقنقص فيها كل ساعه، خصني صافي نتعود عليها، نقبلها في عقلي، ماشي تبقى كجسم خارجي كيديرونجيني كيبرصني، صافي هذيك صافي نستسلم ليها ونقبلها وتولي حتى هي داخله في اللباس ديالي وفي العاده ديالي اليوميه. الكمامه نغسل يديا باستمرار، تسلام ماشي حنطلقوا لينا الحجر الصحي بشويه بشويه، ولا هذه نبقى اللي تلاقيته نتعانق معاه ونسلم على كل شيء، لا. وحتى الا طريت وسلمت او قصت في شي حاجه خصني نغسل يديا. اذا نحافظ على جميع وسائل الوقايه من الفيروس. الا خفت من مثلا وسائل النقل العمومي، لانني خصني نطلع مثلا في الحافله الطوبيس ولا الترامواي ولا شي وسيله من وسائل النقل العمومي، نحاول نفكر فكره جديده. علاش علاش لا؟ كاين بزاف الناس اللي قدروا مثلا يمشيو هذاك الطريق اللي غادي يديروها بالطوبيس ولا بالتاكسي ولا بوسيله من وسائل النقل، نديرها بالبشكليت، نشري بشكليته جديده، وهذا حتى هو مشروع ممكن ندير فيه، اولا ناخذها بشويه بشويه ولا نتصرف ليها فليساتها ونبدا بشويه، نبدا ندير الدراجه نمشي بها لخدمتي، منها نتقدى بها، منها رياضه، ومنها في نفس الوقت اقتصاديه، لانها كترجع بالفائده، محافظه على البيئه، فيها عده مزايا اللي غتخليني نستغنى على هذاك المحاكه مع الناس، لانه ملي غنطلع مثلا في الحافله نقدر نقرب شي شويه من الناس ويقدر يكون شويه الخطر. فلهذا نحاول نلقى افكار جديده، يمكن نكتفي بالمشي، لانه يقدر بعض النوبات نقدر يكون الطريق نقدر نديرها على رجليا بلا ما
نديرها بالوسائل ديال النقل العموميه، وهنا غادي نطمئن نفسي وغادي نوقي نفسي في نفس الوقت. ثم باش نختم، النصائح الاخرين هو اننا لابد من قبول الوضعيه، حيت الا ما قبلناش بالشيء غنبقاو ديما مضاربين معاه وما عمرنا غادي نلقاو واحد الحل. الحاله ما قبل كورونا كانت حاله، وحنا دابا في حاله اخرى، وكما تنقولوا دائما دوام الحال من المحال. فسواء كانت حاله طيبه او ماشي طيبه لابد غادي تبدل. فاذا كيف ما كنا من قبل كانت، دابا خصنا نتاقلموا مع الظروف الجديده. الا خصني نبدل اليوميات ديالي خصني نبدلها، الروتين اللي كنت كندير شحال هادي، يمكن بعض الناس كان كيمشي لخدمته وكيحط وليداتو في المدرسه، من بعد كيمشي يجلس في القهوه وكيدخل معطل في الليل، ما كاينش قهوه ما غنمشيش نجلس في القهوه، خصني ندير واحد الطريقه اخرى. ما كاينش مثلا عندي خطر مثلا في الصالات ديال الرياضه اولا هادي، ما غنمشيش، واولا مشيت ما غاديش نجلس بزاف. يعني خصني نتاقلم مع روتين يومي جديد، ما يبقاش هو داك الروتين يومي القديم، غادي يولي واحد الروتين يومي جديد اللي خصني ماشي غير نقبلو، خصني نقبلو باش نلقى فيه واحد المتعه وواحد الفائده جديده وواحد الايجابيات جديده. لانه الا قبلت انه كاين ما قبل الوباء وكاين ما بعد الوباء، غادي نقدر نتاقلم ونعيش بواحد الطريقه اللي هي طبيعيه. ثم لابد اي شخص فينا الا قدر الا بغينا نعيشو مزيان خصنا نعيشو الحاضر ديالنا، لانه حتى هذا الحاضر اليوم يمكن شي نعم كاينين عندنا وحنا ما شايفينهمش لانهم عندنا. غدا هذا الحاضر اللي كندويو عليه دابا غادي يولي ماضي، وهذاك الماضي غنوليو نقولوا واش شتي شحال حاجه كانت عندنا. بحال دابا كنقولوا وقبل وقت كنمشي عند الجيران وكنت كندير وكنت كندير، ما كناش عايفين، ما كناش حاسين حنا بهذه النعم. فحنا اليوم عندنا نعم، غدا يمكن ما يكونوش عندنا ويمكن يكون عندنا ما حسن الله اعلم، ولكن نعيش الحاضر ديالي وكانني غنبقى فيه. جاب ربي ما فضل مرحبا، ولكن ما نحرمش راسي من الاستمتاع بهذا الحاضر اللي انا فيه، لانه نعم كثيره عندنا. شحال من واحد كيتمنى يكون في بلاصتنا وما عندوش. اذا نستافد بهذه النعم اللي عندي وناخذ هذه كانطلاقه في حياتي، باش دائما كل وقت كل زمان نعطيه قيمته. الحاضر عنده قيمته، الماضي عنده قيمته، والمستقبل عنده قيمته. فنختم بهذه الفكره بصفه عامه اجماليه، هو اننا هاد الرفع ديال الحجر الصحي في حد ذاته ايجابي الا عرفنا كيفاش نتعاملوا معاه ومشينا بشويه بشويه، راه ما غيدير ليناش اضطرابات، لاننا غنستافدوا من هاد الحاضر اللي حنا فيه، نستافدوا من هاد النعم اللي حنا فيها باش نقدروا نزيدوا القدام. ولا بد كما قلت قبيله، الحال ما كتبقى على حال، لا بد غادي يتغير الحال الى ما هو احسن باذن الله. شكرا لكم مشاهدينا على حسن التتبع ديالكم، نلقاكم على خير ابتداء من يوم الاثنين المقبل باذن الله، واسبوع جديد من صباحيات مدبره.